اهلا وسهلا، حياكم الله من جديد. عندنا اليوم موهبتين مختلفتين، موهبه اشتهرت وانعرفت برياضه الفري ستايل هشام عبد الله، وايضا معنا موهبه ثانيه لاعب خفه ممتاز متميز مرتبك معنا اليوم موضوع سواليف، محمد الشمري. هلا والله محمد. الله هلا فيك، حياك الله هشام. الله يحييك حبيبي. طبعا الان هشام راح نعرف موهبته في رشز، تطلع لكم الان وهو يتكلم، راح تشوفون ما شاء الله تبارك الله كيف موهبته هذه وسلمت معه. هشام بسألك، كيف بدأت معك هذه الموهبة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء بدأت معي اللعبة هذه إنه شفت مقاطع في اليوتيوب وكنت أحب رونالدينيو، يعني اللي كان لاعبي المفضل، فحاولت إني أتعلم هالمهارات اللي يسويها. مع الوقت اكتشفت إنه في لعبة عن طريق اليوتيوب اسمها فري ستايل فوتبول، فتعلمتها عن طريق اليوتيوب يعني. حلو، أنتم عندكم فريق؟ اي انا كونت فريق الحمد لله، الحين عددنا تقريبا 9 اشخاص كلهم يعني. شو اسم فريقكم؟ فري ستايل مادنس. هل هو تابع شركه اتوقع اسمها لكجري ايجنسي؟ اي لكجري ايجنسي، الحين هي اللي ماسكه اعمال فريقنا. ما شاء الله. فريقكم هذا هل في منه ماديات؟ هل يطلع ماديات بحيث انكم تسوون عروض عند الناس وعند الاماكن العامه؟ اي الحمد لله، احنا قدمنا عروض على مستوى المملكه وكلها يعني ماديا، الا في بعض العروض تكون خيريه فما نستلم عليها. حلو، يعني عندكم مجالات خيريه. اي الحمد لله. حلو، بسالك في سؤال كثير تكرر، انا سالتك هي قبل شوي في المكتب وتقول انه كثير تكرر لكم. هل انت كلاعب فري ستايلر اذا قاعد تلعب وتسوي حركات وتدقدق 100 مره 200 مره، هل انت فنان بالملعب اذا جيت تلعب مع ناس كوره؟ هل نفس الفكره ينعكس فنك على ارض الملعب؟ من هالناحيه يختلف الوضع. اذا انا يعني قبل ما العب الفري ستايل اكون لاعب من صغري كره قدم، عارف التكتيك، عارف كيف اتحرك في الملعب، عارف كيف اتصرف، كذا انا اقدر ادي في الملعب واستخدم مهارتي اللي تساعدني بالكنترول. بس في ناس يتعلمون المهاره وما قد لعبوا قبل في الملعب، فهالشيء ما يقدر يعني. فعلى حسب الواحد نفسه. على حسب الواحد. انت كم لك تلعب اللعبه هذه؟ اللعبه هذه انا ابتديتها عام 2010. 2010. هل انت من صغرك تعرف تلعب كوره؟ اي الحمد لله، لعبت في ناديين سعوديه ما شاء الله. قبل ناشئين وشباب. عشان الشباب وقفت الحين عشان عندك فريق. وقفت وكملت في الفري ستايل. كونت لك فريق. فريقكم هذا ومن الاعمار كم، من كم لكم الاعمار اللي عندكم؟ اعتبر انا اكبر واحد في الفريق، انا الشايب حقه. كم عمرك انت؟ انا 22. اوه صغير كونك. حلو. اهلا وسهلا محمد. هلا فيك. شو اخبارك؟ الحمد لله. محمد انت فول متوسط صح ولا لا؟ ما شاء الله تبارك الله، وفنان في لعب الالعاب الخفه. الالعاب الخفه هذه شلون بدت معك؟ شلون بديت فيها؟ والله هي قبل 5 سنين وكل شيء صار بالصدفه، كان معي مقاطين سويت لهم زي كذا وشفت مقطع في اليوتيوب وطلعتهم، عجبتني الفكره وطورتها ووصلت مستوى هذا. ما شاء الله. هل انت يعني وش عطنا 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 لعبه من عندك، خلينا نشوف، خلينا نوري الناس موهبته ما شاء الله. طبعا على فكره قبل ما تبدا الشباب معطيني اوراق كذا هنا عشان اعرف، لاني ما اعرف وش الديمن وش الهاص وش السبيت، فلازم اعرفها من هذه الاوراق مكتوبه. عطني اياها. اختار كرت. اختار كرت. اي كرت. اوريك اياه؟ اي لا لا توريني، اوري الكاميرا. نوري الكاميرا. هذا هو الكرت، هتشوفه ممتاز. خلاص هذا الكرت. حلو شباب. حلو. حطه. احطه هنا. اقفل عليه. حلو. حلو. بس سوي زي كذا. يجيني كرت لون احمر. كرت لون احمر. طيب الكرت الاحمر هذا هو كرتك. اوه 2 سبيت. دقيقة. ناخذ 2 سبيت نحطه هنا. حلو. الحين ابيك تقول لي ستوب في اي مكان تبي. ستوب. هنا. حلو. احفظ الكرت. حلو واضح. اوكي. دقيقة. وري الكاميرا. واضح؟ حلو. الحين نسوي نفس الحركة. بيجينا كرت لون أحمر. في كرت الحين لون أحمر؟ لا ما طلع. طب دقيقة وطلع بطريقة صعبة الحين. حلو. واو. كرتنا الأول، دقيقة خلينا نوضحها للناس. كرتنا الأول كان 2 سبيت. كان حاط، قال لي اختر كرت، حطيته، وخر الكروت، طلع 2 سبيت هو الأحمر. حط الكرت هنا موجود على الطاولة. ولا غيره ولا شيء، انا شايفه بعيوني. راح وطلع مره ثانيه اللي هو الكرت الثاني اللي قلت له وقف في مكان، واللي هو 9 سبيت. ما شاء الله تبارك الله. من شلون تعلمت اللعبه هذه؟ والله كل شيء بالصدفه مثل ما قلت لك. مقاطع يوتيوب؟ لا، اول شيء بديت صح بالمقاطع يوتيوب، بعدين صرت انا يعني اخذ بخدعه انقص عليها ازود عليها وتطلع خدعه. حلو.
نرجع لك ابو الهش، انت تقول قدوتك في المجال اللي هو رونالدينيو، صح ولا لا؟ رونالدينيو هل كان يلعب بالفريستايلر ولا كان مجرد لعب عادي بس انه يسوي مهارات؟ لا، رونالدينيو يعتبر اول لاعب فريستايل يعني كلاعب كره قدم ودخل مجال الفريستايل. اها، كم له اللعبه هذه في العالم؟ في العالم ابتدت من عام 2006، طلع فيديو لاعب اسمه توزاني اخترع حركه باسمه، في حركه اسمها توزاني. حلو. من بعدها انتشر الفيديو وبدا كل واحد يخترع حركه باسمه لين كونوا الاساسيات حقت اللعبه. ممتاز. طيب انا مثلا انا كباسل ما اعرف العب كوره ابد، واذا لعبت يجيني 10-0 على الرقه، حتى فيفا بعد ما اعرف العب. حلو. هل ممكن انك تعلمني اياها ولا مو هذا غريزه من الواحد؟ لا، اي واحد ممكن يتعلم هاللعبه يعني. المهم انه يكون عندك الاساسيات. الاساسيات انه يكون عندك الكنترول عالي جدا، يعني تجيب 100 وانت مرتاح، يعني هذا اهم شيء في اللعبه هذه. عشان اجيب ثنتين يا رجال. حلو، ممتاز. وش ناويين، وش عندكم خطه مستقبليه في فريقكم؟ والله الحين احنا يعني طموح الفريق انه ننشر هاللعبه في المملكه، لانه لسه ما انتشرت بشكل كبير، فنسعى انه من خلال العروض، من خلال انه مقاطع اليوتيوب، الانستغرام، الكيك، نحاول نغطي هالمجال كامل بحيث انه ننشر هاللعبه، ويكون لها يعني بطولات خاصه، دعم خاص زي كذا يعني. هل في جهات معينه تدعمكم، رعاة، شيء زي كذا؟ والله انا زي ما قلت لك اللي ماسك فريقنا الحين وعماله لكجري ايجنسي، وهم اللي ماسكين الاعمال حقتنا. هل انتم مثلا ممكن انكم تفتحون وكاله تدريب، مكان تدربون الناس، ولا انه مجرد انكم تشوفون موهبه تتبنونها؟ لا، احنا الحين في مشروع قادم ان شاء الله بنسوي قناه يوتيوب خاصه بتعليم الفريستايل، او انه مستقبلا ان شاء الله نطمح انه نفتح معهد يكون لتعليم الفريستايل. هذه واحده من الاشياء اللي عندك ان شاء الله يا رب. ومتخصص تعليم الفريستايل؟ ايه. لانه موجود الان بعض المعاهد البسيطه في الرياض اللي يتعلم الكوره بشكل عام، بس انتم ناويين يكون موضوع تخصصي في المجال. حلو. الان اتوقع انه قبل شوي شفنا الفيديوهات ابهرت كل الناس، الناس منبهره كثير من الفيديوهات هذه انه كيف سواها ويتشقلب ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله. هل انتم ناويين عندكم انه تصيرون يعني عندكم خطط، او انه زي ما تقول شلون اقول لك نتكون لك العاب او حركات من نفسك؟ اي يعني انت لما توصل مرحله كويسه في الفري ستايل انت تكون في مرحله انك اخترعت حركات، يعني تقدر تخترع حركه وتقدر تبتكر يعني. فالحمد لله انا اخترعت حركتين، حركه منها انه ادقدق الكره بخدي. ما شاء الله. ايه. حلو. وفي بعض الحركات يعني ان شاء الله بنزلها عن طريق الانستغرام او اليوتيوب. انستغرام، وش حسابك في الانستغرام عشان الناس تشوف؟ اي بي يو. حلو. اي ال. حلو. اتش اي اي اس اتش اف اس. طويل. ادخلوا حسابه يا جماعه وانبهروا، انبهروا بصراحه، انا دخلت كم مقطع ما شاء الله، انبهار، حاجه خرافيه. يعطيك العافيه. بالتوفيق يا رب. خليني ارجع لك عبد الله. في مدرستك تسوين تلعب خفه؟ والله كان عندنا اول يوم مفتوح قدمت فيها عرض. حلو. هل في مين في ناس دعموك، مدرسين، اهلك، مين بالضبط؟ الاستاذ محمد داين. استاذ محمد داين. حلو. محمد يرحب فيه، موجود معنا في الاستديو. ممتاز. الاستاذ محمد داين اهلك دعموك؟ والله يعني دعموك اكيد. عشان ما تروح ترجع تروح فيها في البيت. حلو. اخوياك ينبهرون اذا شافوا يعني يقولون كيف سويتها؟ تعلم احد كيف سويت اللعبه؟ لا. طب عطنا واحده ثانيه. فالخذها، يحتاج نص الورق. حلو. بك تختار اي كرت تبي. طيب اختار اي كرت. ايه. نفس الورق اللي كان قبل شوي، اخترنا الكرت هذا. شوفوا الكرت يا جماعه عشان ما يشوفه. اوكي، ممتاز. حطه هنا. طيب الحين انا بلخبط لك الاوراق. حلو، بعضها بعضها كذا. حلو. طيب الحين حاله ورق عندي، ورق هنا، ورق لا، ورق زي كذا، في هنا ورق زي كذا، في هنا ورق، يعني كلها ملخبطه. تلخبطه وكل حاجه واحده على جهه. اسوي زي كذا. واو، كل الاوراق صارت نفس الشيء، لخبطها بالنهايه بقت اللي هي كانت معنا قبل، أكدت السبيت. أكدت السبيت. هذه هي اللي وريتكم اياها قبل، كان ملخبط الاوراق وصارت كلها على جنب واحد، الاوراق كامله على جنب واحد. على فكره يا جماعه في شيء مره مهم ضروري اقول لكم اياه. نقول الموهبتين ما شاء الله تبارك الله، احسن من الثاني يقعد يلعب ويتكسر مره، ما يقول ما شاء الله، والثاني قد ينسى العاب، يقول ما شاء الله تبارك الله، المواهب هذه جدا ممتازه. خلوني ارجع معك ابو الهش.
ابو الهشة موهبتك هذه هل انت تحاول تنشرها عند اهلك اخوياك شيء زي كذا ينبهرون؟ اي الحمد لله الحين يعني كل اخواني تقريبا تلقاهم في البيت ياخذون كورتي ويلعبون بالاخص اخوي اصغر واحد دودي حلو على طول ماسك الكوره ويتمرن على الحركات اللي اسويها ما شاء الله تبارك الله عطنا من من الاشياء اللي انت قاعد تتعلمها هل هي من النت ولا انه من نفسك انت شلون تعرفها بدايه تكون انك انت تتعلم الاساسيات من المقاطع اليوتيوب مع الوقت انت خلاص تتعلم الحركات وتصير تبتكر حركاتك ممتاز ممكن انك تعلم الناس عن طريق مقاطع يوتيوب ما تفكر تسوي مثلا برنامج يوتيوب يختص في المجال هذا ان شاء الله احنا هذا من المخططات الجايه ان شاء الله انه تسوي برنامج يوتيوب تعلم فيه الناس لان تقريبا عربيا ما في اي حاجه لا عربيا للامانه فيه بس في مصر يعني مصر في السعوديه ما عندنا في الخليج كله حلو المعوقات اللي عندك ايش معوقات اللي كانت موجوده عندك في اللعبه هذه والله المعوقات انه كان ما في مكان تمرين نتمرن فيه ابدا يعني كنا نتمرن في البيت في الشارع يعني السداسيات حقت الامانه مع انه يكون احيانا نروح نبي نستعرض او نتمرن يجون الناس يقولون اننا نبي نلعب يعني هذا مكان مخصص للعب كره القدم وصحيح هالشيء الين يعني الحمد لله صرنا الحين عندنا مكان لكجري ايجنسي وفرت لنا مكان وين؟ غير وش عندكم نادي يعني؟ صاله مغلقه نتمرن فيها اي معوقات ثانيه انه ما في بطولات هنا ابدا ما في بطولات يعني انا الحين اتمرن واسوي وكذا ليش؟ اساس انه ابغى بطوله ما في شيء يحمسني او يخليني اتمرن يعني انه لازم بطوله اتنافس احقق لقب زي كذا ما في يعني ما في اي بطوله الا كذا بطوله يعني وتنعد على اصابع وتكون يعني شركات تجاريه او اعلانيه يعني مصلحه المنتج يعني حلو عربيا في بطولات؟ عربيا في بطولات وين في بطولات؟ راح تقام في بطوله في 4 ابريل في دبي ان شاء الله انا راح احضرها راح تشارك ولا تحضر بس؟ لا راح احضر ليه؟ لانه ما فزت في البطوله هنا في بطوله هنا كانت تصفيات اي تصفيات وفاز عن طريق التصويت تكون عن طريق الفيسبوك وفاز واحد من فريقي طبعا اسمه عبد الله حلو واحد من الشباب اللي معك اسمه علي اتوقع طلع معنا في روتانا في برنامج سكر برينز امير الكره كان ما شاء الله عليه دق 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 يقول اوصل 500 ما شاء الله تبارك الله إيه. كيف تعلم الدقدقه هذه هي هذه اكيد من اساسيات اللعبه يعني علي بهار ما شاء الله من يعني اصغر المنضمين معنا في الفريق ومستواه مره عالي يعني عمره 16 او 17 بس مستواه عالي يعني افضل من ناس كثير حول العالم ما شاء الله يعني هذه ما لها دخل في العمر طبعا لها دخل بالموهبه عليها بالتمرين اهم شيء التمرين كم مره في الاسبوع تتمرنون يعني يتراوح انه 3 ساعات 4 ساعات يوميا ضروري انه يوميا يكون في 3 4 ساعات لو ترك فتره تقل لياقه فيقل مستواه تفقد حساسيتك بالكوره يعني بس مو ما ياثر كثير حلو اهتمامات ثانيه هل في اهتمامات ثانيه في الكوره كره السله حاجه زي كذا في افريقيا عندنا في المجالات هذه والله ما قد سمعت انه في فريق سله فري ستايل او شيء حلو في نقد يجيكم اكيد كثير اكيد كل فريق كل شخص كيف تقبلون النقد هذا؟ بالعكس انا النقد لما يجيني احوله لطاقه ايجابيه حلو يساعدني واطور نفسي اكثر واكثر برجع معك وش المعوقات اللي جت؟ كيف في احد حطمك مره شيء زي كذا؟ اي والله يعني الناس يعني يتهمون ان هذا سحر وزي كذا هو مجرد العاب خفه تتدرب ما هي سحر ابد لا ما في نجن في الاستديو لا رايف العتيبي حلو يعني كلها هذه بس انه يدك تكون سريعه فتعرف صح ولا لا؟ بس تحتاج يد يعني انت تكون طموح وفيك موهبه يعني. اها موهبتك يعني هي من نفسك انت ما يعني انت معلش تقدر تعلمنا واحده من الخدع اللي عندك ولا ما ودك تحرقها؟ لا والله ليه يا اخي عطنا واحده يمكن ورا الكواليس ما تعطيهم حلو معوقه تقبلك في ناس ينقدونك يقول لك ما انت ما عندك سالفه زي كذا يحطمونك؟ ايه ما في ناس كذا؟ ايه في زي كذا اها وش عندك ان شاء الله اشياء ناوي عليها في قريب؟ والله حاليا ما في شيء ما تنوي مثلا ما تسوي عروض على المسرح تسوي عروض قدام الناس؟ والله انا ناوي بس ما يجيني زي كذا يعني ناس يعني يجوني يقولوا لي تعال قدم زي كذا يعني تبغى ناس يدعمونك؟ ايه انت الحين في نهايه الشباب ان شاء الله نحاول نبحث لك نفس البرنامج وايضا اي واحد قاعد يشوفنا الحين عنده فريق عنده شركه عنده حاجه زي كذا عنده فرقه ترفيهيه يبغى يرفه الناس عندكم
عبد الله، عبد الله الشمري، احمد، محمد، معليش، محمد الشمري، ولد متميز عمره صغير. انت بنفسك ممكن تقدر تدعم الولد، ما شاء الله تبارك الله، قول ما شاء الله تبارك الله. يا محمد، مشاهدات العاليه في انستغرام، يعني انا اشوف كم واحد من الشباب نشر لك مقاطع مباشره، زادت الفولورز، زاد المتابعين عندكم، عندك واللايكات. كيف ممكن انك تجذب الناس عن طريق لعبه الفري ستايل؟ يعني الحمد لله قبل فتره انشروا لي اصدقاء لي، يعني سعود الدخيل والوليد الهليل وفورس، يعني ما قصروا وانشروا لي ودعموني، يعني والحمد لله، يعني العالم لما شافتني تقبلت الموضوع ودعمتني يعني باللايكات والفولورز، وصاروا في ناس ينشروا لي من نفسهم يعني. يعني انت تشوف انه لعبتكم مثيره للناس، والناس اللي شافتها تستمتع فمباشره تتفاعل. طبيعي، لان الحين الكره هي لغه العالم، كره القدم لغه العالم، واحنا انه نختصر لعبه كره القدم 90 دقيقه نختصرها في 5 دقائق، نعطيك المهاره اللي انت تستمتع عشان تشوفها نختصرها لك. ممتاز، الله يعطيكم العافيه شباب، نورتونا فيها. هلا بالشباب مبدعين ما شاء الله تبارك الله، كره قدم، العاب خفه، الله يعطيكم العافيه، نورتونا فيها هلا بالشباب. اعطونا الفنان يا شباب، اعطونا ناصر الحربي، نص نورنا. يراودني شعور ما عرفت القى له اي معنى، بين شلون وإيه ولا، تعبت وحارة أفكاري، وصلت المرحلة إني أحب كل شيء يجمعنا، في نفس الوقت ما ودي معك طول مشواري، ما بين شلون إيه ولا، تعبت وحارة أفكاري، تعبت وحارة أفكاري. أنا مو بالصدر طعنة، أخاف ورغم خوفي من عطيتك كل أسراري، حبيبي كل هذا الكون صحيح اليوم يجمعنا، ولكني أخاف وكره تجي وما يسعى داري، ما بين شلون إيه ولا، تعبت وحارة أفكاري، تعبت وحارة أفكاري. عرفت القلة أي معنى، ما بين شلون وإيه ولا، تعبت وحارة أفكاري، وصلت المرحلة إني أحب كل شيء يجمعنا، في نفس الوقت ما ودي معك طول مشواري، ما بين شلون إيه ولا، تعبت وحارة أفكاري، تعبت وحارة أفكاري.